ثروة مدينة الموصل من الغابات والأحراج تواجه اليوم تحدياً كبيراً بعد أن التهمت حرائق كبيرة عدداً لا يحصى من أشجارها خلال السنة الماضية، كان آخرها 3 حرائق خلال الشهر الأخير فقط من دون مبالاة من قبل السلطات الحكومية المعنية. نشاهد بين حين وآخر الحرائق التي تحدث داخل غابات الموصل. هاي الغابات المنطقة والوجهة السياحية الوحيدة تقريبا هي داخل مدينة الموصل، فعلى الحكومة وعلى الجهات المختصة وعلى الحكومة المحلية وعلى وزارة السياحة أن تضع حلول وقوانين رادعة وأن تمنع الحرائق التي تحدث بين الحين والآخر. هاي اليوم الحرائق جاي تأثر على البيئة، جاي تأثر علينا بشكل مو طبيعي. إحنا بعد ريحة الصواريخ مال التحرير لحد الآن الريحة بخشمنا. أهالي الموصل يؤكدون أن جهات متنفذة تابعة لأحزاب سياسية تقف وراء اندلاع الحرائق في غابات الموصل لغايات استثمارية، حيث استولت مؤخرا على الكثير من المناطق الاستراتيجية في نينوى. منذ سنوات يعني تحدث حرائق كثيرة في مؤسسات الدولة، وحتى وصلت في 2018 صناديق الاقتراع، والآن انعكست في محافظة نينوى على غابات ومحافظة نينوى والموصل، قضاء الموصل بالذات، وهو الرئة الوحيدة اللي تتنفس بها نينوى. كلنا نعلم بأن هناك جهات سياسية أو فصائل تمتلك السلاح بدأت تستولي على أراضي محافظة نينوى وقضاء الموصل بالذات، وخاصة منطقة الغابات منطقة متميزة، هي من أفضل أو أغلى أسعار الأراضي في محافظة نينوى، ولهذا بدأت الحرائق تنال من أراضي غابات المحافظة، وبعدها بأيام نرى بأن هذه المنطقة التي تم حرقها تتحول بقدرة قادر إلى أسماء شخصيات متمكنة أو تمتلك القوة وتمتلك الهيمنة السياسية. السلطات الحكومية المعنية بإيجاد الحلول لمنع الحرائق أو التخفيف منها، كما عادتها تتقاذف المسؤوليات فيما بينها، فتارة يرمونها على المواطن وتارة على جهات حكومية أخرى. أسباب الحرائق هي معظمها كان بسبب الإهمال، إهمال المواطنين اللي يتواجدون في هذه المناطق من أعقاب سجائر وما شابه ذلك. شهد هذا العام يعني حرائق أكثر من الأعوام السابقة، لكون هذا العام يعني الناس أقبلوا بشكل كبير على المناطق، هذه المناطق انتشار الأعشاب على يعني حافات الشوارع هي كانت أيضا من الأسباب الرئيسية لنشوب الحرائق الكبيرة في مناطق الغابات، في منطقة الغابات. احنا يعني فاتحنا الدوائر الخدمية لعدة مرات البلدية بهذا الخصوص بإزالة هذه المخلفات والأعشاب، لكن لم نلقى أي استجابة. وإلى أن تستفيق الجهات الحكومية المسؤولة من غفوتها، تبقى غابات الموصل ضحية من ضحايا الفساد الحكومي، تدفع مع كل حريق قسما كبيرا من ثروتها الخضراء.